والايد في الايد، وحنا نفرحوا كي نسمعوا العلمه ما تطيحش، ونفرحوا كي لونطون تدي الشامبيونه، ونفرحوا كي الياس الناس ما تطيحناش. هذا هو، هذه هي الرياضه، لازم نديروا الجنب للجنب والايد في الايد، باه نعطيه يعني نظره باهيه على ولايه سطيف، ونعطيه الروح الرياضيه اللي كانت من بكري في ولاية سطيف. ونتمنى إن شاء الله يكون الجمهور غفير إن شاء الله، بيجي يشوف لاباز، وهذا كأس الولائي ماذا بينا الناس يعني يشوف كثرة باه يسجعوا هذا الشبان وهذا الفرق اللي راهي تكون في الشبان. نعم، فيه كذلك مباريات أخرى خاصة بالفئات الصغرى. فئات الصغرى إن شاء الله كاين الأواسط اللي راح تكون ما بين بني فرزة وبني فرزة وبير حدادة، هذوك المقابلة الأولى الثانية والنصف، والمقابلة الثانية تكون على الرابعة والرابعة، وهي مقابلة الأكبر. مقابلة الأصغر إن شاء الله والأجمال حتكون الأسبوع القادم، وفيها فريق سطيف راه متأهل، فيها فريق العلمة راه متأهل، يعني رؤساء اللي راك معاك اللي راه معاك ثاني نشكرهم على التكوين اللي راني يستعملوا فيه، وبالخصوص المدربين اللي راهم قابلين بالتكوين، وحنا ما نحتاجين التكوين، ومحتاجين ان شاء الله وفاق سطيف ومولوديه العلمة تكون كي بكري يلعبوا فيها ولادها ويجيبوا البطولات ولادها. شكرا الحاج مسعود كوسا رئيس رابطة سطيف لكرة القدم، كنت معنا مباشرة من ملعب 8 ماي 45 تحسبا للنهائي المرتقب أمسية اليوم بدءا من 4 مساء بملعب 8 ماي 45. النهائي ينشطه فريقا تربية العلمة ومولودية عين المان، وما ميز ويميز نهائي هذا الموسم أن الكأس تحمل اسم فقيد الحركة الرياضية الوطنية المرحوم الشيخ عبد الحميد كرمالي. إذن ستكون لنا متابعة مباشرة أمسية اليوم من ملعب 8 ماي 45 عن هذه الأجواء الاحتفائية. القعدة بكل روح رياضية، بكل روح رياضية نواصل ونتواصل حديثنا عن الرياضة وعن الأحداث الرياضية محليا. كما ذكرت الحدث يصنعه أو تصنعه رابطة سطيف لكرة القدم. قبل ما نروح لوفاق سطيف ونروح لمولودية العلمة، نحب نشوف رأي المسؤولين على الأندية الكبيرة يعني كوفاق سطيف ومولودية العلمة عن هذا النهائي. سي عرس هذا، كيف تشوف أنت هذا النهائي المحلي كأس الولاية؟ صباح خير سينابيل، وصباح خير أخوي حسن والجمهور مستمعي ذات الهضاب. خليني أولا أن عندنا حادثتين صارت الأسبوع هذا نذكرهم، وهي وفاة تونسي بوعندس لاعب السابق لوفاق سطيف، نترحموا عليه الجمعة كما هذه. بالأمس ثاني حضرنا جنازة والدة اللاعب بورقبة رمزي، ربي يرحمه ويوسع عليها إن شاء الله. قدموا عزاء العائلتين إن شاء الله، ونفكروا أنا وحسن وأنتم ماكش من نديروا حاجة للتونسي إن شاء الله إن شاء الله يا رب الأيام الجايين. ظن أنه سي مسعود كوسا راه تنظيم في المستوى والكل يشهد ديربي نهائي بطعم الدربي ما بين حنين ما مسعود كوسا حنين ولما يصراو المشاكل يختفي مشتيش المشاكل. إنسان نعم. إنسان إيجابي حبي يقدم نعم. إضافة لكرة القدم في الولاية. نظن أنه مكسب الولاية سي مسعود كوسا، نعرفه من بكري يعني. نظن مقابلة من هذه الدربي بطعم نهائي بطعم الدربي نعم. نتمناها أنا علمي إن شاء الله، ونتمنى تسود في روح رياضية جماعة تاعك اللي راهم تقريبا يا يعني عين والمان ولا العلمة هما الانتماء تاعنا، راهو المنطقة الولاية كاملة. لو كان عين والمان ومثلا وعين البيضاء احنا نقولوا مع عين والمان، لكن العلمة عين والمان الأقرب الأقرب. يعطيك الصحة سي حسن، على السلامة ومرحبا بك، وجهنا لك دعوة وقدمت اعتذار، قلت ما نقدرش نجي واني عيان وتعي هذا والوقت تعي فيه حسن. صباح الخير، انا نهضر كل شيء حسن. صباح الخير اخ نبيل، صباح الخير كل مستمعي. نظن باللي كما تفضل اخونا انس تقدموا التعزين لعائلة بوهقبة ولعائلة مولودية العلمة في المصاب هذا، نقول الله يرحمها وربيته الأهل تاعها بالصبر.
نفس الشيء هذاك انسان وسيم انسان متخلق خلوق نفس الشيء بالنسبه لعائله بوعنداس تونسي الله يرحمه ثاني نفس الشيء نقدم لهم التعزي. نظن بلي مسعود كوسا انسان اللي يغير على المنطقه على مدينه على ولايه سطيف. نظن بلي حتى وبيطا يتقوم بعمل كبير. نحن نثمنوا المجهودات هذه ونطلبوا ان شاء الله الناس كل تعاون الناس اللي تقوم بعمل كما هذا وربي يوفقهم ان شاء الله. نعم نهائي اليوم بين تربيه العلماء وعين المال. المهم احنا ان شاء الله نكونوا ذموا الاحسن هو اللي يفوز. نعم تشجيعا بطبيعه الحال احنا في الوفاق قلنا باللي لي زوبجيكتيف تاعنا في الموندا اولمبيك 40% سون ايسي دي كول دو فورماسيون. دونك احنا نقموا على التكوين ونشجعوا في التكوين حاجه مليحه ان شاء الله ربي يوفق الجميع ويخدموا مصلحه النوادي تاعهم ومصلحه الوطن ان شاء الله. نعم حسن عرضكم الحاج مسعود كوساك عرضنا الصباح باش تروح تغدى ها اليوم دوك نقدم له الاعتذار لازم مع الحاج انا اليوم. اذا نتمنى النجاح لهذا العرس الكروي المحلي المرتقب بدءا من 4:30 مساء بملعب 8 مايو 45. نعود الى وفاق سطيف الذي تفصله عن كؤوس الدوري الجزائري المحترف 4 نقاط فقط اذا لم تخني حساباتي. يعني سي حسن بطبيعه الحال يعني هي شوف مازالوا 3 جولات باش يستاهل السيطاء على الدوري المحترف الجزائري الاول بعمليه حسابيه. مازالوا 9 نقاط على البساط، كاين فارق تاع 5 نقاط بينه وبين الملاحقين 2 مولودية الجزائر واتحاد الحرش. يعني بعمليه حسابيه بسيطه 4 نقاط راح تكون 9 نقاط. 9 نقاط كول افيراج بارتيكولي في لا فازا لي ولا لو سكور اونتر لي دو كلوب كو سوا لونتونت والحرش ولا لونتونت والمولوديه حنا احسن. دونك 4 نقاط لكن احنا ماناش رايحين نحبسوا في 4 نقاط. لازم احنا الهيبه تاع 8 مايو تبقى ان شاء الله، ولازم ان شاء الله الانصار تاعنا نفرحوهم باش لما لا تكون 6 نقاط هكذا باش يكون دون خطا ان شاء الله في سطيف. نعم الانصار نتابعهم شويه من الشك والخوف بعد هزيمتكم امام مولوديه الجزائر. نظن ماشي نتابعهم الخوف والله، نظن باللي الفريق تاعنا كي تشوف المقابلات الاخيره نظن باللي كاين اسباب اللي خلات يكون الفريق مسمور. كاين الارهاق يعني والاصابات كي تشوف المقابله اللي فاتت 5 لاعبين ما لعبوش يعني، وتشوف اللاعبين اللي ما كانوش يلعبوا حتى ما كانوش يكونوا بارمي لي 18 اداو مادو طيب. نظن باللي ثم في المقابله هذيك وقفنا باللي اللاعبين تاعنا عندهم امكانيات تخصهم غير يعني لا كومبيتيسيون. فرحنا بزاف برغم يعني وكاين نقطه اخرى كاين ثاني التحكيم اللي السنه ثاني كان سبب يعني في مقابلات وين خسرناهم وحنا ما كناش نستاهلوا باش نخسروهم، بدليل المقابله الاخرى تاع المولوديه وين كان هدف شرعي سجلناه والحكم في نهايه المقابله يروح يطلب من دلهم يقول له اسمح لي هدف غلط في حقهم. نظن باللي تغلط في حقنا كون حسبتوا لي فتي كي تخلصوا الدوموند يسمع واش راح ندير بها سمعتك. دونك نظن هذو هما الاسباب الحقيقيه اللي خلات اسمه الوفاق يعني في الاسابيع الاخيره ما يديرش نتائج. لكن هذا ما نقول انا نطمن الانصار تاعنا ان شاء الله ما يخافوش على الفريق تاعهم ان شاء الله غدوه يجيو بقوه، وهنا ناكد ونزيد ناكد ونأكد نقول باللي لازم يجيو بقوه. البطولات تلعب في الميدان ما تلعبش في مرشاشات. انا نزيد نقولها الانصار ان شاء الله يجيو بقوه، ونظن باللي كي اللاعبين تاعنا بهر من النقص اللي غدوه راح ثاني يكون كاين دلهو مكانش عوديه مكانش ناجي مكانش قارمي مكانش فيه العوده تاع ان شاء الله تاع جحنيط وتاع بن شاديلي ان شاء الله يكونوا دعموا مع الفريق زيد معدوني وكل شيء. لازم الانصار يكونوا بقوه لانه اللاعبين كي يشوفوا المدرجات مكتظه على بالي بلي رايحين ما يبخلوش رايحين يمدوا اكثر من 100% ان شاء الله. نعم في اعتقادكم المواجهه امام شبيبه القبائل صعبه ام سهله؟ شوف خنابيل احنا في اسيستاد ولا كومبيتيسيون ما فيها لشبيبه القبائل لا فريق اخر. احنا الفوز ثم الفوز ثم الفوز. احنا ماشي كي وصلنا للبيت يعني للربح ان شاء الله نوليو احنا لازم نفوزوا وما عندناش خيار اخر ونفوزوا. ونظن باللي ماشي شبيبه القبائل اللي تجي دير سي صدر جاي ودير نتيجه معنا. احنا ثاني رايحين نخشوا بكل قوه ولازم نفوزوا ما فيهاش حدا. نعم
كانت حرب نفسية خلال هذا الأسبوع من خلال ما تناولته بعض وسائل الإعلام، أنه شبيبة القبائل في اتصالات مع المدرب في لود لاستقدامه، كذلك لاستقدام بعض اللاعبين وأبرزهم اللاعب دلهم، وإغراءات مالية كبرى. هل هي اتصالات رسمية أم حرب نفسية فقط؟ خويا انا واش نقول لك، هما يهضروا على روحهم في الصحف وكل شيء، حنا نهضروا في الميدان. ويقول لك يحب يديروا الحرب النفسيه ونتصلوا، نظن بلي انا كان اولى بهم الحرب النفسيه دي كانوا يديروها في المقابله تاعهم ويحفزوا اللاعبين تاعهم، مش كي تلحق المقابله الوفاق الصيف يديروا. حنا المهم كيف الهضره في الميدان، نفوزوا كي نخلصوا ان شاء الله المقابله تاعنا ساعة ثانية نقدر احنا واشنا هذا. اللاعبين على استعداد كامل للمواجهة هذه؟ بطبيعة الحال اللاعبين تحدهم إرادة كبيرة باش ان شاء الله نديروا نتيجة اللي الأنصار تاعنا يستاهلوا، تعبوا معنا عام كامل يستاهلوا كل خير، ولازم نرد لهم الجميل تاعهم باش تشوف مناصرين في الميدان في المدرجات، الثلج عليهم، المطر عليهم، الجليد عليهم، البرد عليهم، ثاني السخان عليهم. نظن باللي ما عندناش حق وما يحق لحتى شخص باش الأنصار هذو يخذلهم وما يديرش نتيجة. نعم، إذن نقدر نقول وفاق سطيف يتوج إن شاء الله بالدوري الجزائري إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله يعني. بطبيعة الحال إن شاء الله بالدعم تاع كل الناس إن شاء الله. خلينا من دعم الناس نحوزوا عليكم. أنا نقول لك تم المحاربين، إحنا نقول لك إحنا بدعم الأنصار تاعنا وكل شيء. على بالي باللي اللاعبين رايحين ما يبخلوش، ورايحين إن شاء الله نديروا نتيجة اللي تفرح الأنصار تاعنا وتخلي الثقة شوية اللي تزعزعت في الآونة الأخيرة إن شاء الله ترجع بين الأنصار واللاعبين. شامبيون تدوها إن شاء الله بطبيعة إن شاء الله. إن شاء الله نديوها بإذن الله، يعني كاين كل المؤشرات إن شاء الله. نعم سي حسن، مؤخرا عقب إصدار عقوبات ضد المسيرين تاع مولودية العاصمة من طرف لجنة الانضباط، كذلك أنت معروف كذلك بتصريحاتك النارية تجاه الهيئات الرياضية، ألا تعتقد أنه حان الوقت لكي يضبط الإنسان أموره ويهدأ روحه وما يعملش تصريحات؟ واش من تصريحات نارية؟ قضية لجنة الانضباط، ولا بد على هذه لجنة الانضباط هي التي تتعلم الانضباط. شوف الأخ نبيل، لازم نفهموا حاجة، احنا في المقابلة تاع وداد تلمسان لا بيسا كونفيكسيون هي لا في دو ماتش، ورقة المقابلة. نعم، في ورقة المقابلة الحكم ما دون غير انذار في حق الحارس خضيري سفيان. ثلاث ايام ابري كوميسيو ماتش يدير رابور بالخضيري يقول لك بلي احنا شفنا واحد ما يقدر ينكر. صح اللاعب تعدى ضرب، اللاعب تاع تلمسان كوريسي باور كذا كذا، والاخر قلب له، يعني سينيال غير اللاعب تاعنا. قال لك اربيطات زدت لك بلي الجو هذا اي سسبوندي جيسكا لاباريسيون تاعو دوفوا لا كوميسيون دو ديسيبلين. نعم. قلنا لهم، قال لك المادة، قلنا أوكي لعب ما لعبش عقب لا كوميسيون. حنا اللاعبين هادو تعمل، حنا ما عندناش يعني ضد المولودية، ولا ما عندنا حتى إشكال ضد المولودية ولا الفرق الجزائرية، ما كانوا كل جزائريين. حنا ما قبلناش حاجة. اللاعبين هادو المدهب والشاوشي محطوطين في رابور تاع الأربيطر في لافي دو ماتش، محطوطين زاد لابور كومبليمونتير تاع الكوميسير موتش كي مسيو حموم تاع لا فيديراسيون ريبريزونتون مونبا فيديرال، حط سينيالا شاوشي وسينيالا مناد، الكاتريام اربيطر سينيالا مناد وشاوشي، اضعف الايمان ومحطوطين في لا في دو ماتش، كانوا ما يلعبوش المقابله حتى يعقبوا لجنه الانضباط. عقبوا قبل بيومين لجنه الانضباط ما كاين والو. حنا طلبنا قلنا لازم تطبقوا القانون، لاعب مسينيالي وعقب لا كوميسيون، لي عقبتوه لا كوميسيون دوسكا، واش تستنى منهم؟ سينيالي في لا في دو ماتش قال تستنى يعني يجيوك معطيات اخرين في لاعب اللي ماهوش مذكور ولا شافوه فيزيون، ربما عندهم سلطه تقديريه يعني هما كهيئه. واش من سلطه تقديريه؟ احنا نقول لك في لا في دو ماتش لا بيسا كونفيكسيون لا في دو ماتش، هو يقول لك هما اللي راهم يقولوا، انا ما قلتش، انا القوانين هي اللي تهضر، ما يقول لي هو ما نقول انا ما يقدم. كي تعود نص قانوني كاين مرجعيه لا اجتهاد في نص قانوني، هذا نعرف قانون 58 يقول لاعب محطوط في لافيدو ماتش دو فاكتو ما يلعبش. هذه هي باك حنا اللي قلنا كيفاه ما نتعاملوش بدو بوي دو ميزير بالناس، هذو فرق جزائريه لازم ان احنا
نطبقوا القانون عليهم الكل، عنده الحق، عنده الحق اللي ما عندوش حق. بلغتوهم الاحتجاج رسميا ام بلغتوها عن طريق وسائل الاعلام فقط؟ حنا درنا في الثم وتكلمت انا قبل مع إسهر بيطا وقال لي عندكم وسمو الحرب باش تبويبو سمو مع مسيو قرباج قبل، وزدنا تكلمنا ثم مع السكريتير جينيرال تاع لا ليغ ناسيونال وتكلمنا ثم في المقابله. دونك احنا خدمنا حاجه ليغال ما درناش حاجه. العقوبات التي صدرت ضد السيد غريب وجماعه المولوديه، الا تعتقد انها توضع النقاط على الحروف وتعيد القطار الى السكه؟ نظن باللي لازم كاين، لازم القانون هو اللي يكون سيد. انا تلاقيت في المقابله، تلاقيت مع غريب ومع بابو شوشه وشي، قلت لهم وحتى سمو تلاقيت وقلت لهم باللي غلطتوا، لانه هذه كل انسان مس بكرامه الجزائريين باش تشوف رئيس حكومه ورئيس الوزراء ثم الناس السلطات العسكريه المدنيه خسرت مقابله انت ما تسددش لي ميداي. نظن باللي العيب ماشي في اللاعبين، العيب في المسير، لانه المسير اللي عاد لاعب وليس اللي هو اللي يتحكم فيه، الفو ما يكونش مسير. انا هكذا احنا نهار طبقنا القانون الاصوات عالات وقال لك كيفاه تطبق، واللاعبين هذه هاي عينات بسيطه، لاعب لي يرفض ما يروحش ما يقبلش كرسي الاحتياط كنت تسكت له هاي وين توصل وين ما يطلعش. واسمه كاين دولة جزيرية كاملة قائمة بحدها، لاعب يرفض باش يطلع يستلم الميدالية يخسر مقابلة ملا اللي يخسر كوب دي موند وش يدير يقتله. دونك هذه هي الناس، احنا لازم نمشيو بالطريقة هذه. اللاعب عامل موظف له حق نتاعو يديه، بصح القانون الداخلي لازم يريسبكتيه. القانون الداخلي داخله فيها احترام كسوة التحكيم والله الهيئات الرياضيه لانها هي المسؤوله في البلاد هذه. دونك نظن باللي العقوبات لازم كانت تكون، ونظن باللي هذه حاجه باش الناس اللي يحب يطاول على القانون ويطاول على الدوله هاو المصير تاعها. نعم، تعتقد انه هذه العقوبات يعني شرعيه يعني لا غبار عليها؟ كثر من شرعية ما كانش لازم تكون، وكانت شرعيه نظن باللي ما كان حتى واحد يقدر يقول باللي ظلموهم ولا ما ظلموهم والو، قانون طبقوه ونظن باللي هم كانوا حنان معاهم في الـ في الـ في لي ديسيزيون. نعم، لانه واحد اللي ما يحترمش تشوف فينا كوب دالجي العالم بيسال العالم كامل يشوف فينا صورة البلد ونديروا الطريق ونتعاملوا بهذا الاسلوب هذا. نظن بلي افيك تو مي ريسبي لي ريسبونسابل تاع المولوديه دوك داو الشخص في بيتو والله يسهل. انعكاست هذه العقوبه عليكم انتم كمسيرين يعني تخليكم انتم يعني باش تنضبطوا اكثر ولا واش تصلحوا تقلقكم؟ لا ما تقلقناش، نظن بلي حاجه مليحه هكذا باش لي يغلط، باسكو صاروا دي امورات من قبل وكان تهاون في سياسه العقاب فوالا، هذه هي اللي خلات الناس الكل اسمه خاطرش كون كانت سياسه عقاب من قبل نظن باللي المسؤولين تاع المولوديه بغض النظر عن الاسماء تاعهم ما كانوش يصرفوا التصرف كيما هذا. دونك احنا نشجعوا الامر كيما هذا. نعم، ونتمنى ان القانون يكون فوق الجميع طبيعة الحال، أو كان فوق الجميع في هذا المال. يبقى معنا السي حسن حمار ويبقى معنا السي عرس الردع. نعود إليكم سيداتي سادتي بعد هذا الفاصل الإشهاري. وكالة رياض بن شطة للسياحة والأسفار تقترح عليكم عمرة رمضان ابتداء من 13 مليون ونص سنتيم للحجز والاستعلام. يرجى التقرب من مقر الوكالة الكائن بالمركز التجاري ماليزيا حي البيرغي ستيف أو على الرقم 036-84-10-30. اختر الرفيق قبل الطريق. القاعدة بكل روح رياضية برعاية سامسونج بلازا. مرحبا بكم في عالم الأجهزة الإلكترومنزلية سامسونج بلازا ستيف. سامسونج بلازا ستيف توفر لكم فضاء واسعا من أجهزة سامسونج المتطورة. العنوان سامسونج بلازا ستيف حيدلاس الشطر الثاني. الهاتف والفاكس 036-62-10-78. العنوان الإلكتروني samsung-plaza-setif@yahoo.fr.
القعدة بكل روح رياضية. بكل روح رياضية نواصل ونتواصل حديثنا مع رئيس وفاق سطيف ورئيس مولودية العلمة عن فريق العلمة ووفاق سطيف وعن كذلك القرارات الأخيرة التي صدرت في حق مسيري وبعض لاعبي مولودية العاصمة. طيب نرجع إلى رئيس مولودية العلمة سي عراس هرادة. نبدأ معك سي عراس مع العقوبات هذه التي صدرت يعني ضد غريب وضد شاوشي وغيرها. تعليقك انت كرئيس نادي؟ في الحقيقة الشيء اللي صرا لعمر غريب احنا كمسيرين تاع كرة القدم لازم نكونوا شجعان ولازم نهضروا بكل صراحة انه هو ثاني ضحية تاع منظومة كاملة تاع قوانين. مولودية العاصمة هي اللي تعاقب ماشي الاشخاص. مولودية العاصمة هي اللي تعاقب كفريق فريق كامل قلل من احترام السلطات قلل من احترام الدولة. يتعاقب الفريق هذا سواء ينحيوا له نقط في الشامبيونا ولا ما يلعبوش لاكوب دالجيري العوام اللي جايين ولا العقوبة الملائمة اللي تقيس الفريق. بصح باش تدير در الرماد في العيون وتضحي بأشخاص هذا بابوش فانت كارير ومسلف سوارد للمولودية وروح تروح بابوش يجي في سكيك ده وقعد خلص العام شاوشي من هذه الأيام وحوسوله عليها زاد قلل من احترام عبد القادر كادر البرجة هذا نطق رسميتها الفيدرالية وعمر غريب واحد من الضحايا تاع 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 هذا الشيء اللي صار كامل لخطر هذا الإنسان هذا اللي قوم مولودية العاصمة وجاب سوارد من عند الناس وسلف ووقف معها ويبات معها ويأكل معها ويشرب معها وحتى واحد ما كان معاه وكانوا كل يقولوا سنة مولودية العاصمة طيح وهي فيناليستي على كوب دالجيري والدوزيام في الشامبيونا. اول واحد اللي يعطيه الحس يحطوه على كرعيم ويذبحه هو عمر غريب وراه من الانصار تاع مولودية العاصمة وراه من المسؤولين تاع مولودية العاصمة. علاه ما يتعاقبش هذا البريزيدون دي كونسي دادمينستراسيون هو اللي كان حاضر ثم يقدر يمد امر لجوار يقول له ما طلعوا ما يطلعوش كل يطلعوا 10 يطلعوا 5 دونك لازم ناخذوها بعين الاعتبار هذه القضية هذه والناس اللي المسؤولين تاع الفرق تاع 16 فريق تاع القسم الاول يتولوا باللي كاين لهنا التلاعب. صرا لو كان فريق من احنا مولودية العلمة ولا وفاق سطيف ولا شباب قسنطينة لو كان راهو يلعب العام الجاي في القسم الثاني لكن كاعت مولودية العاصمة ضحيوا بالاشخاص وخليوا الفريق ما تقيسوش. انا كونتر هذه العقوبات. انت تشوف باللي لابد يعاقب النادي للفريق للنادي ماشي للاشخاص. يحرم مثلا من المشاركه في الكاس او ينزل الى القسم الثاني. طبعا هكذا يكون عبره يعني. كبار الانديه وتعاقبت هكذا يكون عبره وهكذا يكون المسؤولين يوليو يخافوا وهكذا السيبورتير يوليو يخافوا على فريقهم هكذا ماشي نخلي الجمهور هو اللي يعاقب المسيرين نخليو الجمهور ولا الاداره تاع النادي هي اللي تعاقب اللاعبين تاعها. إدارة النادي مش إدارة النادي هو اللي عاقب شوشي وبابوش وغريب ومناد. لكن هكذا نظن باللي فوتوها فوق رؤوس الناس وداروا يعني. طيب نرجع إلى من مولودية العاصمة نرجع إلى مولودية العلمة. نقدر نقول مولودية العلمة ضمنت بقاءها وبقاءوا ثلاث مواجهات سي عراس حسابيا تنقصنا نقطة نقطة واحدة فقط وتضمن البقاء في ثلاث مقابلات. لكن احنا تحدثنا بالأمس أول أمس مع اللاعبين ومع المدرب وقلنا لهم صراحة باللي بقائنا وبقائكم وبقاء الطاقم في النيل والاستقرار تاع مولودية العلمة مربوط بثلاث مقابلات الجايين. خاطر احنا في اجتماعاتنا مجلس الإدارة في بداية الموسم حددنا ما بين مرتبة الستة والثامنة كهدف. نعم كهدف في نهاية الموسم هذا نظن انه ما زالوا ثلاث مقابلات هذو قادرين نكونوا من على الاقل بمرتبة السابعة ولا الستة ولا وما زال طامعين ثانية ربما على حسب الكلام تاع سي محمد روروا الاخر كنت تلقيته في الفينال تاع الكوب دالجيري ربما كاين مشاركة دولية حتى المرتبة السادسة. نظن انه على حسب طموح تاعنا ثلاث مقابلات هذو نلعبوهم افون باش نجيبوهم هذا 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 حددنا مع اللاعبين ومع الطاقم الفني هذا الامر ما فيهش نقاش.
هذو ثلاث مقابلات هي اللي من غدوة بداية الموسم بالنسبة لي. باقي احنا ك لوبجيكتيف درناه يعني حقيقة ان احنا قلنا نحقق البقاء بأريحية، نحتلوا ما بين مرتبة الثامنة والستة رانا فيها، لكن لوبجيكتيف الحقيقي اللي جيت من اجله وانا فشلت فيه، ولا بكل صراحة انا فاشل في المشروع تاعي، لخاطر انا جيت باش نلايم الناس على مولودية العلم، نلايم الانصار، نلايم المحبين، نلايم التجار، نلايم المعلمين، نلايم العجايز، نلايم الاطفال. انا لقيت العكس تماما، ربما ما كانش معارضة قد هذا العام الشخصي، ما على باليش علاش، ما على باليش علاش. لا وين احتجنا الانصار تاعنا ونحتجنا المحبين تاع الفريق ما لقيناهمش، لقيناهم غير الكلام الاشاعات يتهموك بالخيانة قبل ما تصرى بشهر. على الاقل استنى سيدي نخسر مع كلاب وتهمني، على الاقل استناني نخسر مع مولودية العاصمة ومن بعد تقول لي كديت صوارد وبات. هذا الشيء هذا اللي ما كانش يصرى في مولودية العلمة، والشيء اللي حيرني انه كنا بكري كنا مناصرين، كي يربح الفريق ولا يدير تعادل لبرا نروحوا نلاقيوه بالكورتيج في الطريق ونفرحوا. احنا جينا من بلعباس سي نبيل ربحين ثلاث نقاط وطيحنا بلعباس في بلعباس، يعني فريق بالعيد لكار نطيحنا في بلعباس في بلادنا، وجينا وصلنا لقينا الناس حاطين يديهم على خدودهم ويخموا واش كاين ناس قال لك عمر غريب يشري لكم مقابله تاع بلعباس. هذا الشيء هذا عمري ما شفتونا في العلم غير هذا العام، هذا هو اللي خلاني هنا قلت انا راني فاشل، انا راني فشلت في المشروع هذا. علاش علاه فاش فشلت انت؟ حددت الهدف والهدف وصلت، انا الهدف اللي حددته ولا كان هدف اخر؟ الهدف اللي حددته رئيسي الليل هو الناس، هذه ارضاء الناس غايه لا تدرك، لا مش يعني لا يمكن، لكن ماشي باش نرضيهم على شخصيا انا خطر. هو الفريق يبدو للجمهور ولا المحيط، الجمهور باش يرضى لازم النتائج الإيجابية، والأصوات هذيك النعيق الغربان ونقيق الضفادع هذاك ثاني تسكتهم يسكتهم النتائج أبداً، أبداً هذا يبدو لي. إلا إذا كانت هذه الجماعات الضاغطة لها قدرة كبيرة على التعبئة والتجنيد. للأسف هذه الجماعات الضاغطة عندها قدرة كبيرة على التعبئة والتجنيد، كاين شي ناس همهم الوحيد انهم ينوضوا الصباح عندك كاين 1000 قهوه في العلمه، يمشيوا 1000 قهوه في العلمه ويشربوا 1000 قهوه في العلمه ويمدوا 1000 معلومه في العلمه وكل معلومه غلطه وتاثر هذا الشيء هذا. الفريق يحتاج الجمهور في لحظات، يحتاج الناس المحبين تاعو في لحظات، وين تكون مرحله تاع فراغ ولا مرحله باش يوقف معاه يقدموه شويه. يعني الفريق ادى مرحله ذهب في المستوى نعم، بعد في مرحله فراغ نعم. مرحله الاياب انا تحدثت مع تقنيين يعرفوا خير مني، انا عمري ما قلت نعرف، انا قالوا لي هذه مولوديه العاصمه، هذا وفاق سطيف، هذه شباب قسنطينه، لو كان دارت خمس خارجات متتاليه كما انتم راهم يلعبوا لا ليغاسيون صحيح ولا لا؟ نعم. احنا درنا ست خارجات متتاليه جبنا منهم زوج. احنا الناس في الوقت اللي عاد الجمهور تاعو اللي عاد الفريق تاعو للعلمة كان يحتاج الجمهور تاعو، وفي هذاك الوقت كان الملعب غير صالح امبراتيكابل. في هذاك الوقت كنا نعاني من مشكلة تاع الغازون وين يصرى في فترة الجليد وذاك يولي يفزد يولي غير صالح للعب، ما نقدروش نلعبوا فيه. كان يحتاج الفريق الجمهور كما كان يحضر حسن حمار، الناس يدفعوا به باش على الاقل يسجل نص هدف وينطلق. في هذاك الوقت الجمهور 3000 ولا 2000 اللي خشوا الملعب تاعه في مقابلة الكاب والإشاعات والأبريسيون اللي داروا على الفريق حبست الفريق، لكن احنا قعدنا واقفين استفدنا من التجربة تاع العام اللي فات وبدينا وقفنا مع اللاعبين تاعنا وحفزنا وظهرنا في وقت اللزوم وما تخبيناش وتحملنا ومشينا الفريق هذا. نظن انه 20 نقطة ممكنة جدا في مرحلة العودة، عشان باش عندنا 11 نقطة مازالوا 9 نقاط في اللعب، ممكن جدا نقدروا نجيبوا 20 نقطة هذه مادام كاين تليبيرا الفريق. نتساءل مرك، نتساءل الناس اللي يحبوا الفريق تاعها ما يحبوش يفهموا الشخص اللي فوق،
انصار مولوديه العاصمه اللي داروا مسيره ضد غريب، من بعد كامل ولاو مع غريب. انا نقول لك سي نبيل مسؤول تاع فريق ولا رئيس تاع فريق، اي رئيس فريق في 32 فريق اللي راه تلعب في القسم الاول والثاني، حتى ويكون معاه الوالي وتكون معاه السلطات وتكون معاه الدوله وتكون معاه الوزير ويكون معاه عمر غريب، هذا مثال، وما يكونوش معاه الانصار، يحس بلي الانصار موش معاه ما يقدر يدير والو. سي نبيل حقه يضيع قدامه، مثلا احنا تعرضنا بزاف للظلم. نهار خرجت انا نتكلم اللي مولوديه العلمة راه يتعرض للظلم، الناس في العلمة بزاف ما شتاوش، راحوا جابوا بندرول سي نبيل ويحوسوا يعلقوه في السطاد، جابوه لي لابوليس نعتوه لي مكتوب في نريد رئيسا وليس صحفيا. راني ندافع على فريقي، نتوما اللي توقفوا معايا. نعطيك مثال، احنا مقابلة الكاب، القوانين تاع الفيدرال تاع الرابطة تقول تاع اللجنة تاع التحكيم تقول ما يتغيرش حكم مقابلة، ممنوع حكم مقابلة تعين، ممنوع يتغير غلا عاد تعرض مرض ولا ظروف طارئة، يتغير ان احنا الحاكم من اخر لحظة يتغير الحاكم وعفشوا على القوانين. نروحوا للمقابلة الاخرى تاع السياسي، الحاكم اللي دارنا مقابلة تاع السياسي هو اللي دارنا مقابلة تاع بلعباس، والقوانين تقول ما يوليش حاكم يزيد يحكم الفريق الا بعد ربع جولات. احنا نتسائلوا علاش مولودية العلمة كي يوصلوا عندها يعفسوا على القانون، على خاطر الرئيس تاعها ضعيف وما يقدرش يهدر كما كان يقدر سي حسن حمار يهدر، باسكو حسن حمار معاه الجمهور، باسكو عمر غريب معاه الجمهور، يقدر يجيب لك تلفزيون العلمة ويكسر الحداد تاع رئيس جمهورية توفى وحنا في حالة حداد، وهو يجيب الاربيطر اللي يحب هو ويجيب الجمهور اللي يحب هو ويجيب التلفزيون كما يحب هو ويلعب كما يحب هو في العلمة ويروح يروح. هذا عمر غريب معاه شناوة يديروا له ألف حساب. احنا للأسف الجمهور في واد والإدارة في واد ويهضروا في الأشخاص وما فهمتش على واه، وهذا إنسان يتبعوا في التاريخ تاعه واش كان، لا يبيع مقرات ولا لا يدير طابلة تاع دخان، هذا إنسان بشر. إذا سيد نعم من خلال الحديث معك نشوف فيك بلي مستاء كثير كثير من الوسط الرياضي العلمي، ومستاء أنك جيت روحك وحدك ولا كيفاش؟ سي نبيل إذا سمحت لي نعم أنا الفضاء باش تتكلم يعني بكل حرية بصراحة. أن الفعل الإنساني الغير أناني، هذا مش كلامي أنا، هذا كلام مفكر كبير علي عيز بيغوفيتش في كتاب تاعو يقولوا له الهروب نحو الحرية، الغير أناني ما يستناش مولاه الشكر ولا يستنى الهدية ولا يستنى المكافأة، هذا فعل إنساني غير أناني أنا نقدم، ما يستناش فيهم يشكروني. شتى الولد صغير هذاك اللي يجيب الماكلة حاشت الكلب في الطريق وهو في قمة سعادة، ولا يحكم طائر صغير يداويه وهو في قمة سعادة، هذا يقدم في فعل إنساني غير أناني، ما يستنى من وراه لا هذه الهدية تاعي هو يكون سعيد. أنا الهدية تاعي أني سعيد جدا لما جبت ليبيوس لسطيف وبيتنا الأخر وهزيت الأنصار وديتهم بروحه وأنا في قمة سعادة، هم يسبوا فيه وأنا في قمة سعادة، ونهبتهم تول الريف وسبوني وأنا في قمة سعادة، على خطر أنا نقدم في فعل إنساني، أنا إنسان إيجابي، جيت للفريق هذا كش ما نقدم كش ما نقدر ندير حاجة قيمة مضافة، يعني ما نستناش منهم شكر، لكن أنا رئيس فريق مولودية العلمة نستنى كي يجي إنسان يخرج في قناة وطنية ويسبك والجزائر كاملة تفرج، والإنسان هذا يدور في العلم عادي وما يخافش وحتى واحد ما يقدر يجيب لي حقي من عنده أنا نتأثر، كي يجي إنسان يدير لك صفحة في الفيسبوك ويوميا يسب فيك قدام الأولاد صغار ويجزهم يسب فيك، استسمحك استسمحك لما تتكلم لي على صفحات الفيسبوك ولما تتكلم لي على المواقع الإلكترونية، هذه راهي مهزلة ومأساة حقيقية موجودة على الشبكة العنكبوتية، لأننا لم نرقى إلى النقاش الحضاري المحترم في هذه المنتديات. احنا عاملين هذه المنتديات باش نتكلم في أعراض الناس ونسب الناس بأسماء مجهولة، حتى الناس بالشوية بكري يقولوا الرجالة قبل، حتى
حتى الإنسان اللي عب يسجل ملاحظات سواء عليك ولا على سي حسن حمار كان أنا فلان، أنا لاعب سابق فلان، أنا فلان ناقد، أنا مدرب، أنا كذا، والله غير نسجل ملاحظات لرئيس ملودية العلماء قال سامحني راكم ناقصين وما خدمتوش وكنتم تستهزاو وما جبتوش لاعبين مليح، ما درتوش استخدامات، وأنا فلان وهاو البدائل نقترح لك، ويصرى نقاش وحوار هكذا. أما أننا نتكلم على خصوصية الناس وعن أعراض الناس، أعراض الناس حفظها ربي سبحانه وتعالى من سبع سماوات. صحيح صحيح، لكن أنا حبيت نقول لك ما تأثرش بهذه الأمور. لا معروفين الناس سي حسن ربما عنده تدخل في هذا. أنا والله شوف الأخ نبيل، أنا ما عنديش الحق باش نهضر على مولودية العلماء لأن عندها جل تاعها والمحبين تاعها ونحترمهم ونقدرهم، لكن نظن باللي مولودية العلماء مع كل احتراماتي لمولودية العلماء كفريق وكولا تاعنا تابعات للولايه رقم 19، نظن باللي مولودية العلماء يعني حتى نورمالمون يشكروا السيد عريس رضا لانه ما كانوش يلعبوا على جاو كان عريس رضا جا لقى ليكيب هذه تلعب تدي الشامبيون او كوب دالجيري كي جا هو ولا وزمو كانوا يلعبوا يمنعوا الجوله الاخرى. نظن باللي دوكم يلعبوا في يحيى ثلاث جولات وليكيب اسيا الثمانيه تاعها، نورمالمون اخلاقيا نكونوا نعاونوا السيد هذا والمكتب تاعو ونقولوا في حقهم غير الكلام مليح لانه جاو هذبوا المحيط تاع المولودية العلماء. أني نقول أنا يعني يسمحوا لي الناس العلماء على الكلام هذا وما عنديش الحق بنتكلم، لكن هذه حقيقة واحد ما يقدرش يخبيها. هذه حركة رياضية كما كنا نتكلموا على مولودية العاصمة نتكلموا على كل شيء. نظن باللي السيد هذا والمجموعة عمل خدموا عمل مليح يعطيوهم الوقت، الناس يعني 10 سنوات وهي حاكمة يلعبوا على المنتية ما حاسبوهمش واحد حكم يوناني يبداو يحاسبوا فيه. نعم نعم. طيب نرجع لسي عراس، سي عراس تعرضت إلى مضايقات يعني مشتاء كثير يعني. كنت تقول لي الفيسبوك، الناس اللي يكتبوا في الفيسبوك معروفين دايرين صفحات، ولادي انا هما اللي تاثروا بالفيسبوك، انا من ما يهمنيش بصح عندي ولادي كبار يقراو ننسى في الديار عندهم الفيسبوك يا اخي مصيبه حتى العجوز يوصل لي. صحيح صحيح، احنا المفروض الدوله تدير حل. هذا اليوم اللي كسر فريق غدوه يجيب لك الشعب يسكر لك الطريق، غدو يقيس هذا المحافظ تاع الشرطه، غدو يقيس المير، هذو الناس المعروفين يديروا معاهم حل بكل صراحه اثروا في الفريق. اذا كان في فيسبوك باش نتفق فيه فيه فيه, فيه, فيه الشرطه الالكترونيه فيه فيه يعني الجريمه الالكترونيه معروفه يعني. هذا مشكل يعني مش حاجه صعيبه على الدوله في اطارات ساميه ونقول لك وكفاءات عاليه في الدرك الوطني في الامن الوطني يتحكموا كثير كثير في هذا المجال. يعني انسان يفتح صفحه في الفيسبوك ويعتقد نفسه انه واحد ما على باله به يعني راه غلط، حساباته راه مغلطين طبعا فقط. هذا قليل من كثير، مشي هذا هو الشيء كل اللي يكون. احنا تمنيت برك احنا نقولك ما تفشلش يا سي عباس. لا لا انا اليوم فاجأتني لا يعني. مانيش فاشل والله ماني فاشل حتى لدركا، راني قلت لك انا انسان ونزيد نقول لك سر ما قلتوش من قبل. انا عندي اخ لي توفى عنده عامين دركا الله يرحمه الاستاذ عبد الكريم هرادة، كان عنده علم موسوعاتي ما شاء الله وكان حاجة نادرة جدا. لا. ورقد وناض، رقد ما ناضش مسكين. لا. توفى في النوم قدر الله. أثرت أنا بالموت تاعو هذيك، وبعد عام وعامين السيد بديت تنسى، واحد ما يعرفه كان يكتبوا عليه الجرائد كان كذا تنسى السيد هذا، وليت أنا قلت أنا لازمني نقدم على الأقل عمل إلا كان أنا مت كيما مات خويا هذا، على الأقل يقعد واحد من ورايا يذكرني بخير. نعم. على الأقل واحد من ورايا يقول كان الإنسان هذاك. نعم. ربي يرحم. نعم. هذا هو الشيء اللي خلاني نولي إيجابي، ما كنتش أنا إنسان كنت ثاني نقعد ونتفرج ونهدر وكذا. نعم. لكن قررت به نكون إيجابي سواء في كرة قدم ولا في علم واحد أخر وين نقدر نقدم خدمة. نعم. نقدم هذا. نعم. الشيء اللي خلاني نجي، وإن شاء الله بقى لي مشكل رجليه مع السلطات على قضية الملعب على قضية الإعانات على قضية، وإن شاء الله نكمل في المسيرة تاعي ما فيهاش لا رجوع. كما قال القذف ربي يرحمه إن شاء الله. على كل إذا سي عرس الرداء تواصلوا مسيرتكم باش تضمنوا بقائكم هذا الموسم وتفكير للموسم القادم بحول الله. كما قلنا الأصوات هذه الأصوات ما تسكتها إلا النتائج وما يسكتها إلا الانتصارات والإنجازات، وخلي الناس تتكلم على راح هكذا، اكتب ما شئت وقل ما شئت، تأكد فقط أنك ما تقوله وما تكتبه ليس قرآنا كريما.
هكذا. اذا حبيت نقول بلي العلم اليوم من حق الانصار كذلك ومن حق الحركه الرياضيه تاع ابناء العلمه باش فريقها تشوفه في الطالعه وتشوفه في الكوكب الاماميه وتشوف فريق العلمه. لماذا فريق العلمه لا يلعب على اللقب، لا يلعب على الكاس، لا يلعب على ها قول هنا قول هي انت تقول لي ديما كل عام كل عام يجيهم واحد يقول لهم انا احنا الباقه العلمه اليوم عندها عارضه كبيره من الشعب الجماهير. تفضل. طبعا طبعا، لكن باش تلعب على اللقب لازمك مشروع. احنا قلنا مشروعنا انه نبنيو فريق بعد مدتها كل عام يقولوا له ماكذا لا ما او كل موسم تجيهم ايكيب تجيهم ايكيب يقولوا ما نبنيو فريق. لا احنا جينا هذا الموسم وقلنا بلي هذا الموسم ما تحسبوناش، نبداو نركبوا فريق نبنيوه بشويه. هذا بينا احنا راه في مرحله السياس والاهداف السلم هذا تطلع درجه بدرجه ماشي تطلع ديريكت. لكن واحد حب يطلع طولها ممكن يطيح يتكسر راسه طول، نطلعوا درجة بدرجة وكل عام نحسنوا المرتبة شوية. لكن احتلينا المرتبة السابعة سنة، العام الجاي الرابعة والعام الأخر نطمعوا في الشامبيونة. العام الجاي نلعبوا ثاني، العام الجاي ما نستنى والو ولا شنو؟ لا حتى الدركة احنا ما قلناش نديو الشامبيونة، احنا قلنا نلعبوا الأدوار الأولى يعني من المراتب الرابعة الأولى والخمسة الأولى ونمشيوا في بناء فريق. حتى نزيد نقول لك احنا عندنا مشكل في مولودية العلم، باش نزيد نقول لك سينابيل ويزيد يعلم الجمهور. لومبيسيون عند الجمهور ما كانش، وعند اللاعبين ما كانش، وعند لي ديريجون ما كانش طموح. كي تشوف من يصنع يا سيدي انت وانت تتحدث عن الفلسفه وعن الفكر، لابد ان تعرف ان القضيه هذه تكمن في القائد. دقيقه، من كي يجينا احنا من المقابله الاولى تاع ويفاق سطيف هما يقولوا طحنا، وحتى اللاعبين يدوروا برا يروحوا يشريوا قضيه في الهانوت يقولوا ما طيحوناش رحم والديك. الطموح ما كانش عندنا المشكل نفسه. ديريجون تاعو انا كي كوميكيو مع لي جوار عايشكم طيب انقذونا سوفينو، هذه هي الهضره في العلمه. كيفاش انا نبدل هذا الشيء كل في عام؟ ما نقدرش يا سينابيل. هذا بشويه تتنسى قصه الطيحه هذه من عند الغاشي، ينحيوها من روسهم سيبورتير واللاعبين والانفيرونمون بلي بروش تاع ليكيب. نعم. تنحلوا من راسه هذه نقدروا نبداو نلعبوا. سارة سردا عندنا خدمه كبيره معك وخدمه كبيره مع العلمه فيما يخص الفريق وفيما يخص الحركه الرياضيه لمدينه العلمه اكثر واكثر. راح نختم معكم هذا الحوار الرياضي. سي حسن طلبت الكلمه تفضل. شوف انا حبيت نقول لخونا عز باللي فو با الانسان يفشل. كيما الناس عندهم اصحاب انتصار عنده ثاني الناس اللي ما تشتيش تثمن مجهوداته جاي. كاين ناس اعداء النجاح وكاين اعداء ثاني واسمو هو تلقاها بخاز. نظن باللي الواحد يدير حاجه مليح في دماغه، باللي كاينين الناس اللي تحب الفريق والناس كاينه اللي عجبتها السياسه اللي دايره. دونك فو با دنك للناس هذو ما دنكش. انت راك مليح حتى ما شنو يكتبوا لك في الانترنت. يا اخويا انا ما نقراش. انا ما نقرا من اي روحي ما والو. انا ما نقرا. ما تخرجت بحمشه ولا ما نخرجش. انا نقرا من تعب روحي. قال نولي اما خير نقعد في لا جيستيون تاع الشركه وتاع النادي ونخمو كيفاه. خمت ولي ظل زاك البيس ولا تشاتشي هكذا ونظل ندير غير مهضر العمري. وقال 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 ونبنيو غير كلامنا للمجهود. قال لانه الناس لازم تكون عندها الشجاعه الانتقاد لازم. واحد ماهوش ني با في كمال الله سبحانه. عندنا اخطاء وعندنا عيوب لازم احنا الناس تواجهوا تجي. ونظن انا في وفاق سطيف الحمد لله يا ربي الناس فاهمه السياسه والناس كل تعمل في هذا نفس المجال هذا. ونظن كما قال انا سو قال كلمه يعني دانكوتي عنده الحق. كاينين فرق تاع تاع تتويجات تاع كؤوس وبطولات واسمو. نظن هذاك ثاني تلعب دور كبير عندهم. انا سونتر بسيكولوجيك كي تلعب نادي قال وفاق سطيف مملف بالالقاب والكؤوس التتويجات عنده اثر ايجابي كي تلعب مع المنافس. دونك يقول لك وفاق سطيف علاش تاو اللاعبين كانت ناقصه في المقابله هذيك بصح الاسم تاعو اسمه يخوف. دونك الكلام تاعو يعني بصح ما يخليهش هذا باش يفشل. لازم يخدم. احنا نظن بلي ان شاء الله احنا غدوه تكون المقابله تاعنا الانصار تاعنا يجيو بقوه ان شاء الله. الحين باذن الله الحين نفوزوا نرجعوا لهم البسمه هذيك اللي يفتقدوا هذه الاسابيع الاخيره هذه. شباب القبائل وصلت اليوم يوصلوا اليوم هنايا يوصلوا اليوم. اهلا وسهلا بهم جماعه تاع شباب القبائل وغدوا نتلاقاو في الميدان ان شاء الله. في الميدان في الميدان. يعطيك الصحه سي حسن. سي عراس كلمه نختم معك. انا مانيش يعني
مستاء للدرجة تاع، لكن تجربة نهضروا عليها بصراحة، انه لازم يلتفوا حول الفريق، لانه يد واحدة ما تصفقش، لانه كي تقول النتائج، النتائج اسمها جمهور، لاعبين، إدارة، كل شيء مجمولين، لكن كي تعود عامل من العوامل هذو ضد، راح يكون فيها لازم يكون فيها نتيجة سلبية. إن شاء الله برك يستفاد الجمهور من الأخطاء، إحنا نقيم روحنا، وإحنا عندنا شجاعة بها نقولوها، ونغلطنا ونغلطنا ونغلطنا، مناش كما قال على ليدر. نظن واسمه الجمهور ثاني لازم يقيم روحه. نعم. أنصار مولودية العلم الحقيقيين، نهضر على الحقيقيين، ماشي هذوك اللي عندهم مصالح، واللي ما شروش عليه الدواء، واللي ما شروش عليه الماء، وهذوك مسميين روحهم جمهور، اللي راهم يضلوا يفتنوا كي ما تشريش عليه المال الخطره الجاي، واللي ضد الاداره، واللي كنت شري عليه الدواء ومن بعد بطلت، ولا ذاك واللي كان يحوش مسؤول في الفريق ومن بعد ما جاتوش فرصه يولي ضد. هذو ما مش جمهور، نهضر على الجمهور الحقيقي تاع مولوديه العلمه. نظن انه لازم يستفاد من الاخطاء هذو، ولازم يديرها في وذنه القطن، خطر الاشاعات هي اللي خلت مولوديه العلمه شكرا سي عرس هرادة. نعود الى موضوع مولوديه العلمه في محطات رياضيه قادمه بحول الله. شكرا للسيد حسن حمار رئيس نادي وفاق سطيف. شكرا لكم سيداتي سادتي، تقبلوا تحيات زميلي حسين عرقوب. نبيل بوسكين يحييكم، والقاكم امسيه هذا اليوم بحول الله، الى الملتقى.